وفي التقرير الخاص، طالما أن لبنان محكوم بالعيش في عصر السيارات المصفحة، فما هي المراحل التقنية لعملية التصفيح والكلفة؟ وأي فعالية تقدمها السيارة المصفحة وسط غابة السلاح المنتشر على الأراضي اللبنانية؟ انفجار، تدهور أمني، عبوات مفخخة، اغتيالات، عبارات دخلت القاموس اللبناني لتجعل السيارات المصفحة ضد الرصاص والمتفجرات صناعة وطنية. وللتصفيح مستويات، فمستوى البي 6 وهو المتداول في الأسواق يحمي من رصاص كلاشينكوف والفال والجي 3 والام 16 والقنابل اليدوية، أما مستوى البي 6 بلس والبي 7 فهو مستوى تصفيح للرئاسات ويعتبر أعلى أنواع الحماية لا سيما من الانفجارات. هذا من سيارة مصفحة ليفل بي 7 اللي هو أعلى ليفل يوروبيان، تقوص عليها 104 تضرب من مختلف أنواع رصاص، من كلاشنيكوف ام 16 حتى قناص، من رصاصات مبولدة 104 رصاصات على الإزاز، وفي عنا 46 ضرب على الباب. مثل ما بتشوف الرصاصات كيف تقوصت، عندك هون سماكة الإزاز 8 سنتيمتر، بتشوف الامباكت تبع الرصاصات، ما في شيء بعده، الازاز ما انخرق حتى كمان على الباب. مواصفات الحديد التي تستعمل هي مواصفات عالمية، والسعر يتراوح بين 35 و 150 ألف دولار، أما الطلب فيأتي من نواب ووزراء حاليين وسابقين ورجال أعمال وسفارات، وحاليا فإن الطلب خارجي لا سيما إلى السودان. هنا في المصنع تفكك السيارة لتعود إلى هيكلها الأساسي، ويبدأ العمل الذي يستغرق مدة تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع. منبلش أول شيء بتصفيح الأرضية تبع السيارة، السقف بينشيل كمان، بيتصفح كله من داخل السيارة، العواميد كلها بتتصفح، الباك سيتس ورا المقعد الخلفي بيتصفح، بينعمل مخرج للطوارئ، السقف لازم يكون موصول مع الأرض، مع التابلو، مع الأبواب، مع المقعد الخلفي، بالست عواميد تبع السيارة. تصير جزء متكامل. تصير جزء متكامل، شقفة واحدة في حال صار في انفجار لا سمح الله، ما تتطاير مئات الشقف من سيارة، بتضل شقفة واحدة بتزيح من محل الانفجار. المرحلة الثانية هي مرحلة إعادة جمع الأجزاء الداخلية للسيارة. البويب بلشنا نجمع فيهم، كانوا اوريدي تصفحوا، الإزاز كمان المصفح ركبناه على السيارة، المفصلات بتتعدل تتحمل الوزن الزايد تبع التصفيح. أهم شيء بالتصفيح عندك هذه الشقفة اللي هي الأوفرلاب، حتى ما تخرق الرصاصة بين مرحلة أول ما يخلص الباب والسقف. وإذا كان التصفيح في لبنان أهم من التصفيح في الخارج، حيث يتخوف من الرصاص أكثر من المتفجرات، يبقى السؤال: هل يمكن أن تحافظ السيارة المصفحة على ليونتها العادية وعلى سرعتها؟ هاي السيارة مصفحة بيسيس لعاملين لجنوب السودان، معدلين للسسبنسيون تبعها والبريكنج سيستم تبعها، وهلأ هنعمل برمي فيها تنشوف كيف نتيجتها. أهم شيء بسيارة مصفحة تقلى إنك تقدر تلعب فيها وتضل تحس حالك معك سيارة عادية، ولا بدي إياكم تنتبهوا شو بدي أضرب الفران. وقفت تقل كله مجمعينه هون بالنص حتى تشعر فيها أنت عم تسوقها، إنك عم تسوق سيارة عادية، مانا مصفحة ما عليها تقل ما عليها شيء، تعتبرها سيارة سبور كمان، يعني بتقدر تفتلها بأرضها. أول سيارة عملتها لأبو عمار، في سيارة تعرضت مثل جورج سعادي كان رئيس كتايب، قال لي بس حسيت بوم بدينتي. أثبتت عمليات الاغتيال في لبنان أن الأمان الذي تقدمه السيارات المصفحة مرهون بالأسلحة والمتفجرات المستخدمة في الاعتداء، ومن هنا ضرورة إجراء تعديلات دورية على درجة التصفيح لمواكبة التطور الحاصل على صعيد الأسلحة ولتأمين أكبر قدر ممكن من الحماية. نخلع ضيمة، MTV.